بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سمع يا أخوان سمع. بداية نشكر السيارات الكرام على هذا الاستقبال الحافل، وهذا ليس بغريب على عشق سميرات الأكارم الأفاضل. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ولقوله رسوله الكريم: تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكما يوم القيامة. آل سميرات الكرام ومن حضر بصحبتهم من أنسبائهم وأقربائهم وجيرانهم وأصدقائهم، شاهد هذه الجاهد من عشيرة البلاسمة، ومن حضر بصحبتهم من أقربائهم وأنسبائهم وجيرانهم إلى ديوانكم العامر، هذا الديوان المشهود بالكرم وحسن الضيافة لإشهار عقد قران قد تم لابننا الدكتور محمد حسين البلاسمي على ابنتكم صاحبة الصون والعفاف صاحبة الطهر والشرف على كتاب الله وسنة رسوله الكريم. ولا يسعنا في هذا اليوم المبارك إلا أن نقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. وننتظر من أهل سميرات الكرام المباركة وجزاكم الله خيرا. وأهلا سعادة أبو محمد، حياك الله، وبكل من حضر من هذه القامات وهي قامات نعتز بها، وكل واحد منهم يمثل جاهة من أبناء الرب. عشيرة البلاسمة نتشرف بنسبه، فنحن امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فساد في الأرض أو كما قال. من هذا الباب أعطينا ابنتنا الدكتورة راوية التي تربي في بيت أبيها السيد حسين سميرات رجل الأعمال، أحسن تربيتها وأحسن تدريسها فزوجها لشاب خلوق. لكننا دائما وأبدا ونحن كعشيرة سميرات نلتزم ونعاهد الله بأن تكون بناتنا طائعة وتلتزم ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون حافظة لزوجها لماله وعرضه وشرفه. كما أننا نطلب من الخاطب، وأتمنى أن تكون هذه لغة إشهار الجهات، نطلب من الخاطب أن يعاهد الله أن يعاملها معاملة حسنة، معاملة كما أراد الله وأراد رسوله. شرفت أهلا وسهلا بكم، ومبارك هذا الزواج وعلى هذه النية الفاتحة. مبارك ان شاء الله جميعا، اهلا وسهلا.